يا لطيف شو تقال هالورود. يسلموا ايديك. معقول كنت زعجوها ها؟ لا تخافي. بولا ممكن تساعدني؟ ما بقدر آنيا، مانك شايفة هالورطة الوسخة اللي وقعت فيها؟ وكله بسبب اختك ايشا. ايشا؟ ورطة؟ ليش شو في؟ والله بصراحة يا آنيا، هي ايشا صايرة لحالة بالضيعة، وأنا متوقع إنها تكون متورطة بشي شغلة، ومشان هيك أنا حاسس إني لازم روح حتى ساعدها. ما في داعي تروح تساعدها، لأنه أكيد إذا إيش احتاجت لمساعدتك رح تجي لعندك وتقلك، بس أوعى أنت تروح لعندها. لا يا آنيا، صدقيني أنت مانك عرفانة شي ولا فهمانة خطورة الموضوع أبداً. ليكي فكري بالقصة من وجهة نظري ورح تقتنعي بوقتها أنه الحق معي. أكيد إيشا بتكون محتاجة مي وبدها تروح على البير لتعبي، وبما أنها تعبانة ومكتئبة ما رح تقدر تسحب السطل من قلب البير. أنا خايف عليها كتير إنها توع، وبعدين أكيد رح تعصب علي كتير ورح تبهدلني كمان. يا حرام إيشا شو مسكينة. حاجة لف ودوران، إيشا ما أنا مسكينة. وبعدين وإذا عصبت يعني؟ إذا نسيان خليني ذكرك قديش عذبتك وقاستك من شان تعملك مثل ولاد المدينة. ها؟ ما ترد؟ ليك بولا، إذا كانت إيشا فعلاً بتفهم شوي صغيرة هي بتغير حالة من شانك، يعني مثل ما عملت أنا من شان راجو، صح؟ قصدي إنه كلكن إلكن دور بتغييري. ما بتتذكر وقت إجيت من المدينة؟ مو أنتو غيرتوني؟ أها إيه فعلاً الحق معك آنيا. شفت؟ تذكرت. هالشي بيعني إنك ما في داعي تغير أطباعك، بالعكس هي اللي لازم تتغير. إذا محتاجة مساعدتك هي لازم تجي لعندك مو أنت تروح لعندها. فهمت؟ إيه نعم فهمت يا أنسة آنيا. برافو عليك.